السلام عليكم، مدرب السياقة بلغازي شعيب. الخروج والاندماج في الطريق، مثلا فاش يكون السائق ركن السيارة مكان في المكان، مثلا الوقوف الاضطراري او مكان مخصص للوقوف، وتقرر باش يخرج ويندمج في الطريق. القاعدة هنا كتلزم السائق حتى يشوف الامام والوراء ويعمل السينيال، ولكن الاشغال فين كاين؟ هو اشنو هي اخر حاجه خصني نشوف باش نخرج، وطريقه الخروج والوقت المناسب في للخروج. اذا هنا السائقين المبتدئين تخطئوا في الطريقه واش من وقت خصو يخرج. مثلا فاش تكون الطريق في المكان اللي واقف فيه في الوقوف الاضطراري او المكان المخصص بحال هذا، وكان الامام ديالك يعني الطريق قدامك خاويه، هنا تيتسمى خروج حر. ولكن الاشكال فين كاين؟ هي في الطريقه ديال الخروج اللي تتخطئوا فيه، او الخروج من حاجز، بمعنى تكون شي سياره وقفات قدامك وما خلاتلكش واحد الحيز فين تخرج. اذا هنا تيكون الاختلاف في الخروج. غادي نوريكم درس عملي، تبعوا معايا. كما شرحت لكم في التقديم، دائما الخروج يعني والاندماج في الطريق خصني نعرف نتعامل معاه باش نضمن السلامه ديالي والسلامه ديال الغير. الخطا اللي تديرو السائقين المبتدئين فاش مثلا تبغي تندمج في الطريق، ما كاينش شي حاجه قدامك، يعني الطريق حره، هذا الشيء اللي سميت انا الخروج الحر. ما كاينش شي حاجز ثابت او متحرك اللي غادي يجعلك باش تدور هاد لو فونو هادي باش تخرج. الاغلبيه تيدوروا بهذه الطريقه في المكان ديالو، والطريق ليبر يعني خاويه وكتدور. هنا فاش تخرج تتولي مهدد نفسك ومهدد الغير. شوفوا هاد التجربه اللي درت ونتبع معاكم. كما شفتوا في الفيديو، اذا فاش تكون عندي الطريق ليبر يعني خاويه ما كاينش شي حاجز ثابت او متحرك خلاني باش ندور الفونو، اذا علاش غندور؟ هنا تنطلق فاش تنطبق القواعد ديال الخروج كندير السينيال. اخر حاجه كنشوف، ركزوا معايا مزيان، راك شفتوا دابا في الفيديو اش تيوقع، راه بحال هذا الشكل تيوقعوا المشاكل. اذا اخر حاجه تنشوف كنشوف الجهه ديال اليسار في المرايه وكنطلق، ما تندورش هاد الفونو، هذا تيبقى في المكان ديالو، وكنمشي بهذه الطريقه. شوفوا الخروج كيفاش داير، وكنضمن السلامه ديالي وتنتاكد بلي راه الطريق خاويه ما فيها الكفايه باش ندمج في الطريق. اذا هذه الطريقه ديال الخروج السليم، وكنتبع السير ديالي. الخروج من حاجز يعني تيكون واحد الحاجز ثابت او متحرك بحال الشكل ديال السياره، هنا تيكون بحال الشكل ديال الركن. هنا عندكم الحق تدور الفولون بهذه الطريقه، وكنستعمل السينيال. واخر حاجه كنشوف وهي المرايه، ولكن فاش نخرج تنتاكد مزيان في المرايه، الله يرضي عليكم، لان هذا المشكل تيوقع الناس، راه شحال من واحد تيوقع في مشكل وكنخرج غير بالعقل، ومباشره تنبقى عيني مع المرايه. شوفوا هاد الحافله اللي غادي تدوز من حدايا، دابا هنا الواحد الا ما ردش البال الله يستر تمشي ليه ولي في مشكل. شوفوا الحافله، اذا هنا في الخروج خصني ما نلحقش نخرج، عيني في المرايه وكندمج تدريجيا، ما تنخرجش الطريق في الوسط ديال الطريق، دائما خصني نمشي مع اليمين باش نضمن السلامه ديالي والسلامه ديال الغير. اذا دائما في الخروج كنطبق القواعد والسينيال والمرايه اخر حاجه، ولكن الاندماج ما تيكونش حتى تكون الطريق خاويه ما فيها الكفايه، عاد هذيك اللحظه كنخرج. اذا هذه الطريقه ديال الخروج، غادي تشوفوا من المنظور الخارجي كيفاش الخروج الخطا والخروج الصحيح.
إذن هذه الطريقة ديال الخروج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.